دورة بعنوان مهارات الاتصال الفعال الرقمي والإنساني الذي يقدمانها الأستاذ الدكتور عدة بشير والمستشار عبد الصمد سنوسي من ولاية غليزان، وهما مدربان أجروا عدة دورات مع جمعيات وخاصة جمعيات كافل اليتيم على الصعيد الوطني، غطوا حوالي 6 ولايات، وهم اليوم متواجدون بيننا لدورة تدريبية لجمعيتنا للاستفادة ولكي كذلك نطور من عملنا داخل الجمعية. من خلال متابعتنا، من خلال تشخيصنا لواقع العمل الجمعوي، لاحظنا أن هناك هبة، هناك فعل كبير تقوم به هذه الجمعيات، لكن الصورة الرقمية ولا الصورة الإعلامية ولا الصورة التي تظهر بهذه الجمعية للآخر تحتاج إلى تحسين، تحتاج أن تبرز هذا الفعل، هذا العمل. لماذا؟ لكي تظهر الجانب الآخر من التضامن، لكي نغرس في أبنائنا حب العمل التطوعي وحب العمل الخيري. كل محاور اليوم التدريبي سوف تكون كيف نحدث تناغم بين الاتصال الواعي والاتصال اللاواعي، سواء داخل المنظمة مع المرضى ومع الأعضاء فيما بينهم، أو خارج المنظمة مع الشركاء الذين يساعدون الجمعية من أجل أداء مهامها على أكمل وجه.